هنتعرف على أهم التفاصيل في حياة الفنان سامح السريتي والفنانة نادية فهمي، بداية من زواجهم وأهم أعمالها الفنية وإصابتها بالزهايمر وإيداعه لها في إحدى دور الرعاية، وكيف انتقده الجمهور على ذلك وكيف كان رده. تزوج الفنان سامح السريتي من الفنانة نادية فهمي وأنجبوا بنتين. زواجهم استمر 23 سنة وبعدها انفصل، وبرغم الطلاق فضلوا على علاقتهم الطيبة لحد ما توفت سنة 2009 عن عمر 69 سنة. قال سامح السريتي في أحد اللقاءات التلفزيونية إنها أصيبت بألزهايمر فأودعها في دار للرعاية، وقال إنه اتهاجم جدا بسبب القرار ده، وأكد إن ده ما كانش قراره الشخصي وده كان قراره وقرار العيلة كلها وبناته كمان، وإن وجودها معاهم كان في خطورة جدا على بناته وكان لازم حد مختص يقوم برعايتها، وعشان كده قرروا كلهم إنهم يودعوها في دار للرعاية. الفنانة نادية فهمي هي فنانة مصرية درست التمثيل وركزت على الأعمال التلفزيونية ودخلت مجال السينما سنة 1979. تزوجت الفنان سامح السريتي وقدمت حوالي 100 عمل فني أكترها دراما تلفزيونية، وأبرز أعمالها هي والمستحيل وأرابيسك. اتوفت سنة 2009، آخر أدوارها مسلسل الرحايا ومسلسل الخواجة عبد القادر.